بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع عملنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، البشير النذير والسراج المنير، من أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، أيها الأحباب، أحباب رسول الله وأحباب آل بيت سيدنا رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، رحاب مسجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، من مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن في هذه الرحاب نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء أن يجعلنا عنده من المقبولين، وأن يتقبل منا أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا ممن قالوا فأخلصوا وأخلصوا فقبلهم الله سبحانه وتعالى، ووضع محبتهم في قلوب عباده التي هي من محبة الله عز وجل. نحييكم أيها الأحباب في مستهل ليلة طيبة كريمة من ليالي هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية طيبة كريمة مشكورة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. نسأل الله لنا وله الإخلاص والقبول، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع من قاموا به وأشرفوا عليه وشاركوا فيه وتابعوه ودعوا لمن اختصهم الله سبحانه وتعالى بالقيام بهذا العمل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. أيها الأحباب، نيابة عن حضراتكم، يسعدني أن أتقدم بالترحيب الخالص وبالشكر والتقدير لعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر، الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين سابقا بجامعة الأزهر الشريف. هذه الخطوات وهذه المحاضرات التي نتشرف بأن نجلس أمامه نستمع ونتعلم منه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بما علمه وأن يزيده علما وأن يجعله من العلماء المخلصين المتقنين المقبولين إن شاء الله. كما نسعد كذلك بفضيلة شيخ أحمد مكي معنا متحدثا
إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. بإذن الله تعالى معنا قارئاً، القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، ومبتهلاً الشيخ بلال مختار. أيها الأحباب، ندوتنا في هذه الليلة تحت عنوان اسم الله تعالى الرزاق، وإنها لفرصة طيبة كريمة نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لمن آثروا أن نعيش هذه الدقائق وهذه الأوقات في نفحات وبركات أسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. أيها الأحباب، نبدأ ليلتنا الطيبة هذه بخير الكلام وأطيبه وأصوبه وأعذبه بالقرآن الكريم. نستمع إلى آيات بينات من القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، بعد أن نرحب بالسادة الأفاضل رجال وزارة الأوقاف الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور محمود حلمي مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، الشيخ أحمد محمود محمد مكي مدير عام إدارة وسط القاهرة، ومعنا فضيلة الشيخ أحمد مكي متحدثا وهو إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين. أيها الأحباب، نحتسب هذه الدقائق وهذا الوقت الذي نقضيه في هذا المكان في رحاب سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، نحتسبه لله سبحانه وتعالى رفعة في درجاتنا وبركة في أرزاقنا وأعمالنا وأولادنا وأهلينا وأزواجنا. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. نبقى مع آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء تذكرون.
بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. فتول عنهم فما أنت بملوم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر. فتول عنهم فما بملوم وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق. إن الله هو الرزاق.
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، فقلت وأنت أصدق القائلين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. استمعنا إخوة الإيمان إلى آيات بينات تلاها علينا قارئنا الليلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. استفتحنا بها واستهللنا على بركة الله هذه الندوة وهذه الليلة الكريمة التي هي إحدى ليالي الأسبوع الدعوي الثقافي، والتي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة مشكورة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. من هنا، من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، رحاب سيدنا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه ورضي عن جده وعن سائر، وصلى على جده ورضي عن أبيه وأمه وإخوته وعن سائر آل البيت أجمعين. أيها الأحباب الكرام، ندوتنا الليلة تدور تحت عنوان اسم الله تعالى الرزاق. اسم الله الرزاق، سنتعرف على التأصيل الشرعي له من عالمنا الجليل وأستاذنا الفاضل الكريم الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، فليتفضل مشكورا، نسأل الله له التوفيق والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يطيب لي في هذا اللقاء الطيب المبارك أن أشير إلى أمر يتعلق بهذا اللقاء، وهو اللقاء الثالث في هذا المسجد العامر المبارك. وأرى أن هذه اللقاءات أخذت تدرجاً علوياً بمضي الزمن، بمعنى أن اللقاء الأول، وقد اختار له معالي وزير الأوقاف حفظه الله الحديث عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أسبوعاً نبوياً، ثم انتقل بعد هذا إلى الحديث عن مكارم الأخلاق في الإسلام، فكان أسبوعاً أخلاقياً. وفي هذا الأسبوع
أرى أنه قد ارتقى بنا في اختياره من الأرض إلى السماء بل إلى السماوات العلى، حيث اختار أسماء الله الحسنى لتكون محل التناول في هذا اللقاء. وهذا الاختيار هو بتوفيق من الله له ولكل من أشار عليه به، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حثنا على أن نعيش مع أسماء الله الحسنى، وهذا الحث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو استمداد من الأوامر الإلهية الصادرة في القرآن الكريم، فالله تعالى أخبرنا قائلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأخبرنا أن أسماء الله الحسنى حين نناديه بها سواء، والأجر على كل منها يتناسب بحسب حال المسمى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا وأخبرنا قائلا: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد بالإحصاء أن نحفظ الأسماء دون أن نقوم بالعمل بلازم كل اسم من هذه الأسماء، فالإحصاء متاح للكل بلا استثناء، ولكن لازم الإحصاء إنما هو لمن وفقه الله في أن يعيش مع أسماء الله الحسنى. ومن لم يستطع أن يعيش مع كل أسماء الله الحسنى فليختر من هذه الأسماء ما تطيب به نفسه وما هو محبب إلى قلبه، ليناجي به ربه آناء الليل وأطراف النهار. لماذا؟ أولاً لأن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل اسم من أسمائه تجلياً، أي أثراً في حيز الواقع بالنسبة لحياة الناس. سأضرب مثلاً يوضح هذا الكلام. في بعض الأحيان قد تكون في مأتم وترى نفسك ضاحكة ولا تعرف لماذا تضحك أنت، وأحياناً تكون في فرح داخل البيت أو خارجه وتجد نفسك مقبوضة وتجد صدرك ضيقاً وتسأل: لماذا أنت على هذه الحال؟ فتقول: والله لا أعرف. هل تعلم السبب؟ أن الله حين تجلى باسم الباسط عليك رزقك الفرح والسرور، فبدا الفرح والسرور على وجهك من حيث لا تدري. وفي بعض الأحيان يتجلى عليك باسم القابض فيأخذك عن نفسك وعمن حولك، فتجد صدرك ضيقا شيئا ما، لأنه قد تجلى باسم القابض فكان ذلك من أثر التجلي. ولهذا عندما نعرف أسماء الله الحسنى ونعرف معنى كل اسم ونعرف تأثير كل اسم، فإننا في كل حال من الأحوال ننادي ربنا بالاسم المناسب لمقتضى هذا الحال. فإذا كان هناك ضر ننادي بيا أرحم الراحمين إلى غير ذلك. وموضوع التناول في هذه الليلة هو حول اسم الله الرزاق. هذا الاسم لم يرد في القرآن كله إلا مرة واحدة: إن الله هو الرزاق
ذو القوة المتين. وقد سألت نفسي أكثر أسماء الله وردت مرات تبلغ حدا في الكسرة إلا هذا الاسم، ووالله جاءتني هذه الخاطرة الآن، وهو أن بعض الأشياء لا تحتاج إلى دليل يستدل عليها به من شدة ظهورها، إنما نستدل على الأمور الغيبية أو الأمور التي لا ندركها أو الأمور التي فيها شيء من الشك أو التشكيك. أما عندما تكون الشمس ساطعة، إذا طلب منك أحد الدليل على أن الشمس ساطعة أو أن النهار موجود، تقول إن في عقله خللاً أو زللاً أو خبل. فرأيت أن عطاء الله باسم الرزاق وقد شمل به كل خلقه أجمع، هو من البيان والوضوح والبرهان بما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه لا من قريب ولا من بعيد. ولهذا جاء الاسم مرة واحدة. ولما كان بعض الناس يظن أن هناك رزقا يأتي من هذا أو ذاك، فما دروا أن سبب الرزق في الأصل هو الله جل في علاه. ومهما كان رزق الخلق بالنسبة لبعضهم، فهو دون رزق الله بالنسبة لخلقه. ولهذا جاءت هذه الخيرية في مواطن خمسة، يقول الله تعالى فيها: والله خير الرازقين. ثم ذكر القرآن 100 آية تدل بكل وضوح وصراحة على أن مصدر الرزق هو الله جل في علاه. هذه نقطة أولى. وقد جاء الاسم بصيغة المبالغة الرزاق، ويمكن أيضا أن نقول الرازق ولا تعارض، لأن الرازق لكل فرد على حدة من الأمور المسلمة، وهو في نفس الوقت الذي يرزق المليارات التي تقيم على ظهر الأرض من البني الإنسان، بل ويمتد رزقه إلى كل كائن حي بلا استثناء، كما نصت على ذلك آيات القرآن الكريم. الرزق في لغة العرب وعند علماء الشرع هو ما يسوقه الله أو يرسله الله أو يبعثه الله إلى الإنسان من أمور محسوسة أو غير محسوسة. ما يسوقه الله إلى الإنسان من أمور محسوسة أو غير محسوسة. أكثر الناس يظنون أن الرزق يتعلق بالمال وحده، ولذلك يقولون الرزق ضيق، مضيق علينا في الرزق، يدعون ربهم أن يبسط لهم في الرزق، وما دروا أن رزق المال هو أدنى درجات الرزق بالنسبة للإنسان. لماذا؟ لأن المال قد يكون معك، ولكنك لا تستطيع أن تستعيد به رزقا سلب من غيرك أو لا قدر الله سلب منك. فعلى سبيل المثال، الرؤية رزق ونحن لا نشعر، السماع رزق ونحن لا نشعر، التنفس بلا ألم ولا ضرر بصحة رزق ونحن لا نشعر، التكلم أيضا نعمة من نعم الله وهي رزق، قضاء الحوائج رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد البار بأبيه رزق، الجار الصالح رزق، الأمن في الأوطان رزق، الحياة الطيبة الكريمة رزق. إذن لا يتأتى أن ننظر إلى الرزق على أنه المال وليس غير. والدليل على هذا أن الحق سبحانه وتعالى قد أخبرنا
أنه إنما ينزل الرزق بقدر ويسوق إلى عبده مما يتصوره أو ما يفتقر إليه من المال بما لا يؤدي إلى الطغيان. فإذا ما قدم الإنسان إرادته على إرادة الله أو تطلع تطلعاً لغير ما قدره الله فإنه قد يبتلى من حيث لا يشعر، لأنه لم يرضى بما قسم الله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وفي الحديث أيضا ربما سألني ولي الغنى فأصرفه إلى الفقر ولو صرفته إلى الغنى لكان شرا له، وربما سألني ولي الفقر فأصرفه إلى الغنى ولو صرفته إلى الفقر لكان شرا له. ولهذا عندما تدع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وفي الأثر الذي نسمعه كثيرا عبدي خلقتك من أجلي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فاتك كل شيء. إذن مفهوم الرزق لا يقف عند حد المال، بل منه المحسوس أي ما يتعلق بالأطعمة والأشربة والملبس وما شاكل ذلك، ومنه ما هو أسمى من المحسوس، بمعنى إذا رزقك الله قلبا مطمئنا، إذا رزقك الله عقلا راجحا، إذا رزقك الله قلبا خاشعا، إذا أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين وأنزل السكينة في قلبك، إذا ساق الله إليك طمأنينة روحية تستشعر بها لذة الأنس مع الله، فقد ساق الله إليك من الرزق ما لا يقدر بمال بأي حال من الأحوال، ولا يمكن للإنسان أن يستعيد عنه مهما كان معه من مال. إنني لا أريد أن أسترسل في هذا الأمر، ولكني أقول إذا كان الرزق مقسوما فإن الله سبحانه قد أوجب علينا طلبه، لأنه قدره وأخفاه، قدره وأخفاه. ولهذا قال لنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ونهى صلى الله عليه وسلم أن ينقطع الإنسان للعبادة بدعوى أن الله سيسوق إليه الرزق، وقال إن الرهبانية لم تفرض علينا. ولما وجد من قطع للعبادة سأل من حوله من ينفق عليه، قالوا أخوه، قال أخوه أعبد منه. فنحن نطلب الرزق إن كان مقدرا ساقه الله إلينا، وإن لم يكن مقدرا فلا حيلة في الرزق كما يقال. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. في كلمة موجزة في كلماتها كثيرة غنية بمعانيها وفوائدها، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة الجامعة
من أستاذنا الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، حيث طاف بنا وعلمنا، كما يقول القائل كذلك في نفس هذا المعنى: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد زخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. أرزاق الله علينا ونعمه كثيرة ووفيرة، ولكن كما قال أستاذنا: نحن نعيش مغمورين ومتنعمين بنعم الله سبحانه وتعالى، وقليل منا من يدرك أو يستطيع شكر نعمة الله عليه. جاءت هذه الكلمة أيها الأحباب ضمن فقرات ليلتنا هذه من ليالي هذا الأسبوع الدعوي الثقافي التي تنظمه وزارة الأوقاف وتقيمه برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحت اسم أو تحت عنوان اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الرزاق، بحضور السادة الأفاضل الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، والدكتور محمود حلمي مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، الشيخ أحمد محمود محمد مدير عام إدارة وسط القاهرة، والشيخ أحمد مكي إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين، والذي سيطوف بنا كذلك الآن متحدثا ومعلما تحت عنوان تجليات اسم الله الرزاق. نسأل الله له التوفيق والقبول. الحمد لله وحده الذي أعطى كل شيء خلقه، فالأسماك تعيش في البحار، والوحوش تعيش في القفار، وقدر لكل مخلوق رزقه، فلا يصل إلى مخلوق رزق غير ما كتب الله له، ولا يموت مخلوق حتى يستكمل رزقه وأجله. فهو سبحانه يرى النملة في الليلة الظلماء، ويسمع دبيب أرجلها على الصخرة الصماء. سبحانه من إله طمأن عباده، وبث السكينة في قلوبهم، وأقسم على نفسه بالكفالة والصيانة لرزقهم، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام ومصباح الظلام، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام، سيدنا ومولانا أبي عبد الله الإمام الحسين، الذي نستشعر الآن أن من ضمن تفضل الله علينا ورزقه الواسع لنا أن من علينا بهذا المجلس المبارك في هذا الرحاب الطاهر، رحاب سيدنا ومولانا الإمام الحسين. بداية، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمعالي الأستاذ الدكتور
محمد مختار جمعة، الأب الروحي لكل الدعاة والعلماء في هذا الوطن المبارك، والراعي لهذه الصحوة الطيبة التي أعادت للمساجد رونقها وروحانيتها. كما أتوجه بخالص الشكر كذلك إلى أستاذي ومعلمي الذي أشرف بالجلوس إلى جواره، فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي لم يترك لي بها شيئا لأتحدث عنه. فكما قيل: لا عطر بعد عروس. وإني بعد كلمة فضيلته مؤكد لا مؤسس، يعني مش هجيب جديد. الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإذا نظرت إلى التعبير القرآني بلفظ على، الذي يشير إلى معنى الوجوب، والله تعالى لا يجب عليه شيء، لكنه عبر بهذا اللفظ الذي يحتمل هذا المعنى حتى يبث الطمأنينة في قلبك أيها العبد. يعني بيقول لك: ما تقلقش، رزقك مضمون ومكفول. تفرغ لرسالة أعظم، هي الرسالة التي خلقك الله من أجلها، وهي المبينة في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب يا رب عندنا أرزاق وعندنا أشغال، هنأكل عيالنا منين؟ هنشربهم منين؟ قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني الله تعالى هو المتكفل بأرزاقكم، فلا تقلقوا. وكثير من الناس يحصر نظره إلى الرزق على أنه في المال فقط، وهنا لا بد من تصحيح فكرة عن الرزق. الرزق مقسوم ومضمون، وهو ليس محصورا في الأموال والأولاد، ولكنه أنواع. هناك رزق ظاهري في المال والأولاد والصحة، ورزق باطني. الإيمان رزق، التقرب إلى الله بأنواع العبادات رزق، أن يرزقك الله محبته في قلبك رزق، ولولا محبته عز وجل لك ما أحببته، فمحبته لك من أعظم الأرزاق التي يرزقك الله بها. هذه فكرة ينبغي أن تصححها. ومن هنا نعلم، لأن كثيرا من الناس يتسخط على التفاوت في الأرزاق، هناك تفاوت في رزق الناس. ماذا نفعل مع هذا التفاوت؟ كيف يكون موقفنا منه؟ أولا، لابد أن تعلم أن هذا التفاوت بين الناس في الأرزاق هو تفاوت بحسب الظاهر فقط، وهو أمر مقسوم وقضاء محتوم. فالله تعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لكن هذا التفاوت بحسب الظاهر، يجعل ده غني، ده فقير، ده صحته كويسة، ده عنده مشاكل في الصحة، ده كذا، في الظاهر. ولكن لابد أن يكون هناك أمور تتم بها المعادلة. يعني خلي ده مثلا في المال شوية، عنده غنى في المال لكن عنده شوية نقصان في الإيمان، ده عنده فقر في المال لكن إيمانه
الإيمان زيادة، وهكذا. وبهذا تعلم أن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق على خلقه في عدالة تامة، فما عليك إلا الرضا بما قسم الله عز وجل. شابان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يساعدانه في أمر. اثنين شباب جهم لسيدنا النبي ياخدوا بإيده في بعض الأمور يساعدوه. فدعا لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى الدرس اللي سيدنا النبي بيعلمه لشباب الأمة، يقول لهما: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما. يعني طالما أن فيك روح وقلب ينبض فلا تيأس من أمر الرزق، فإن الإنسان تلده أمه ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه. يعني الإنسان يولد ولا شيء، لا يملك شيئا، والله تبارك وتعالى يعطيه ويرزقه. من أين كل هذا؟ من الله وحده. فلهذا يجب عليك أن يكون هناك يقين بالله عز وجل، وخصوصا وأنت في مقتبل حياتك. وهناك خلط عند الكثيرين بين قضية أن الرزق مقسوم ومحتوم لا مفر منه، وبين قضية السعي. يخلط، يعني يقول إذا كان هناك يعني الأمر محسوم فلماذا نسعى؟ هنا لابد من بيان شيء مهم. الله تعالى يقول في كتابه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني يسر لكم أسباب السعي. ماذا نفعل يا رب؟ قال: فامشوا في مناكبها. يبقى هذا أمر من الله بالسعي على الرزق. وكلوا من رزق العمل، ها؟ رزق المدير، رزق فلان، ها؟ رزق الأرض، لا، وكلوا من رزقه جل جلاله. يبقى إذن الأمر بالسعي جاء منه جل جلاله. أنت تسعى لأن السعي أمر من الله لك، ولا تسعى لأن السعي هو الذي يأتي بالرزق. هذا ما يجب عليك أن تصححه، لأن في مشكلة خطيرة جدا في الناس لا يعني يلتفتون إليها، وهي التهمة في الرزق. يتهمون خالقهم في هذا الأمر، ويهتمون بالرزق اهتماما يؤدي إلى بعض الناس إلى حالة اكتئاب ومشاكل نفسية وعصبية، تصل بالبعض والعياذ بالله إلى حد الانتحار. ليه؟ لماذا؟ والله تبارك وتعالى كفل لك كل شيء. يحكى أن نباشا واحد يعني والعياذ بالله كان ينبش القبور، يسرق ما فيها، تاب، فجاء إلى أحد العلماء ليتوب بين يديه، فسأله، قال له يعني سأله سؤال كده: لقد نبشت الكثير من القبور، كم نبش؟ قال: نبشت 1000 قبر، فوجدت 9 أعشارها محولة عن القبلة، يعني كلهم ناحية. فقال العالم، قال: التهمة في الرزق حولتهم عن القبلة، لأنهم لم يكونوا يثقوا في خالقهم أنه هو الخالق وأنه هو الرازق. فينبغي عليك أن يكون قلبك مطمئنا من ناحية الرزق، كما قال أحد مشايخنا رحمه الله في هذا الأمر: الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. يعني أنت ابذل كل طاقتك وكل وسعك في امتثال ما أمرك الله به من السعي في أي عمل أقامك الله فيه، طالما كان عملا حلالا، لأن الله أمرني بهذا. لكن الرزق بيد من؟ الله. إياك أن تنظر إلى الأسباب على أنها هي التي لا تأتي، هي التي تأتي بالرزق. وأخيرا، ينبغي أن نوقن تمام اليقين أن
الإغداق والسعة في المعيشة لا تدل على محبة الله للعبد، وتضييق المعيشة والتعب والكد والكدح لا يدل على العكس. لا، تعالوا إلى قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف أهل العلم قالوا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، رزق التاني بقى اللي هم مش واخدين بالهم منه اهو، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الله تعالى يقول في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، كلا، يعني ليست التوسعة في الرزق دليلا على الإكرام، ولا التضييق في الرزق دليلا على الإهانة. فينبغي عليك أيها المؤمن أن تثق في ربك، وأن تكد وتكدح في سعيك امتثالا لأمر الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجلى علينا باسمه الرزاق، وأن يوسع في أرزاقنا. اللهم وسع أرزاقنا، وأرخص أقواتنا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأشكركم جزيلا على حسن استماعكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حول تجليات اسم الله الرزاق حدثنا فضيلة الشيخ أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وقد وصل بنا إلى أن عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة. أفادتنا القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، وصير بعدها التقوى بضاعة، لتغنى ولتستغني في حياتك عن لئيم، وتسعد في الجنان بصبر ساعة. اللهم إنا نسألك أن تسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن تلهمنا اللهم شكر نعمتك حتى تزيدنا من عطائك يا أكرم الأكرمين يا الله. جاءت كلمة الشيخ أحمد مكي ضمن فقرات ليلتنا هذه، الليلة الثالثة من ليالي هذا الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وتنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هنا في رحاب هذا البيت العامر، ساحة مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، بحضور السادة الكرام علماء وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة، وحضور السادة الأفاضل رواد وأحباب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، وكل التحية والتقدير لمن يتابعون ندواتنا هذه وليالينا هذه عبر الموقع الرسمي لإذاعة لوزارة الأوقاف المصرية. نسأل الله أن يجعل كل هذه الأوقات في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله. دائما أيها الأحباب نختتم لقاءاتنا بأن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو خير مسؤول وخير معطٍ، وهو الذي أمرنا أن نتوجه إليه بالدعاء، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معنا أحد مبتهلي الإذاعة والتلفزيون، كروان من مبتهلي الإذاعة والتلفزيون في العالم العربي والإسلامي، أسأل الله له التوفيق،
فضيلة المبتهل الشيخ بلال مختار، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا ووسع أرزاقنا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا للغريب هداية، طال الطريق على الغريب النائي، إن لم يكن بك للمريض شفاء لم يفز بشفائي، إن لم يكن بك للغريب هداية، طال الطريق على الغريب النائي، إن لم يكن بك للمريض شفاؤه منا وفضلا لم يفز بشفائي. أنا عاجز، أنا قاصر، أنا عاجز، أنا قاصر، أنا عاجز، أنا قاصر عن كل ما أوليتني يا رب من نعم ومن آلام.
الجنين الرزق خلف حجابه والنمل تحت الصخرة الصماء تهدي الجنين الرزق خلف حجابه والنمل تحت الصخرة الصماء أرسلت من فيض السماء مواردا تسقي عطاش البيد في البيداء وجعلت من سمك البحار موائدا للطير وهي تجوب في الأجواء أسكنت نوحا في السفينة آمنا ونصرته بالماء فوق الماء وضمنت في نار الخليل سلامة وكأنه في روضة غناء وحفظت خير الأنبياء محمدا وحفظت خير الأنبياء محمدا صلوا عليه وحفظت خير الأنبياء محمدا في غار ثور بعد غار حراء لك رحمة لك رحمة في كل ما قدرته لك حكمة غابت عن الحكماء لك رحمة في كل ما قدرته لك حكمة غابت عن الحكماء سبحت باسم علاك سبحت باسم علاك سبحت باسم علاك يا ولو سكت اللسان لسبحت أعضائي أسكنت نوحا في السفينة آمنا ونصرته بالماء فوق الماء وضمنت في نار الخليل سلامة وكأنه في روضة غناء وحفظت خير الأنبياء محمدا وحفظت خير الأنبياء في غار الثور
لك رحمة في كل ما قدرته، لك حكمة غابت عن الحكماء. سبحت باسم علاك، سبحت باسم علاك يا ربي، ولو سكت اللسان لسبحت أعضائي. الله زاد المصطفى تعظيما. صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله مصطفى تعظيما. صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك الذي طاب الزمان بذكره، وتعطر الطرق الهدى من عطره. ذاك الذي طاب الزمان بذكره، وتعطر الطرق الهدى من عطره. وإذا النسيم الرطب مر براضه، أهدى من المسك الزكي علوما. صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمد مصطفى تعظيما. صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك الذي عبد الإله وأخلص، وهو المشفع في المعاد لمن عصى، وبكفه نطقت وسبحت الحصى. شرفا له ولربه تعظيما. صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألهمنا القيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، وعد علينا في كل حال برفقك، وارحمنا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. استمعنا واستمتعنا أيها الأحباب برائعة من روائع المبتهل الشيخ بلال مختار، اختتمنا بها هذا اللقاء الطيب هذه الليلة الثالثة من ليالي
الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف وتقيمه بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور السادة الأفاضل الكرام الدكتور محمود خليل والدكتور سعيد حامد والدكتور محمود حلمي والشيخ أحمد محمود والشيخ أحمد مكي. كان معنا معلما ومرشدا ومتحدثا الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وحدثنا كذلك فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين، ودار حوارنا في هذه الندوة حول اسم من أسماء الله الحسنى وهو اسم الله الرزاق. وفي النهاية أيها الأحباب، الحمد لله إن أعطى وإن حرم، حمدا يليق به بدءا ومختتما، كم نعمة حملت في طيها نقما ونقمة حملت في طيها نعما. نرضى بما حكم المولى ونقبله، فإنما العدل فيما كان قد حكما، وما الحياة لأهليها سوى قسم، وما السعيد سوى الراضي بما قسما. أيها الأحباب، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.